الذين كان يتحملون. دكتور إخواني أخواتي رفاقي رفيقاتي، نقف اليوم على دوار الشهداء في نابلس في جبل النار ضامنا مع أسرانا في كل السجون الإسرائيلية، ضامنا مع أسرانا في النقب وفي نفحة، ضامنا مع أم الحيران نموذج البطولة، رفضا واستنكارا للقانون العنصري بمنع الأذان، رفضا واستنكارا للقانون الذي يبيض المستوطنات. تحت هذه الشعارات جئنا اليوم من أجل القدس. القدس عاصمتنا الأبدية، لنرسل رسالة لترامب أن القدس هي عربية وستبقى عربية. شأن الجواب من أبا. إخواني أخواتي، خلينا نرفع الصوت عاليا. خلينا نرفع الصوت عاليا. وحدي وحدي وطنية، وحدي وحدي وطنية، وحدي وحدي وطنية، حتى نقول الحرية، حتى نقول الحرية، وحدي وحدي الانقسام، وحدي وحدي الانقسام، حتى ننجز هالمهام، حتى ننجز هالمهام، يا جماهيرنا الشعبية، يا جماهيرنا الشعبية، حيوا أسر الحرية، حيوا أسر الحرية، يا جماهيرنا الشعبية، يا جماهيرنا الشعبية، حيوا أسر الحرية، حيوا أسر الحرية، وبالسجون إلا رجال، بالسجون إلا رجال، وبالسجون إلا رجال، بالسجون إلا رجال، مثل أسود بالأغلال، مثل أسود بالأغلال، مثل أسود بالأغلال، مثل أسود بالأغلال، رفضوا القمع والإذلال، رفضوا القمع والإذلال، صاروا ضد الاحتلال، صاروا ضد الاحتلال، عهدا منا للمساجين، عهدا منا للمساجين، للأحرار بالزنازين، للأحرار بالزنازين، ما بنتركهم منسيين، ما بنتركهم منسيين، ما بنتركهم منسيين، ما بنتركهم منسيين، ما بيجوز الاعتقال، ما بيجوز الاعتقال، بحق المرضى والأطفال، بحق المرضى والأطفال، ما بيجوز الاعتقال، ما بيجوز الاعتقال، بحق المرضى والأطفال، بحق المرضى والأطفال، بحق المرأة والأطفال، بحق المرأة والأطفال، يا عالم ما بيصير، يا عالم ما بيصير، يا عالم ما بيصير، يا عالم ما بيصير، أسير مكبل بالسارير،